استيقظ المصريون صبيحة 3 يوليو 2013 وهم أكثر إصراراً على استعادة الوطن المسلوب من جماعة الإخوان. تعلقت الأمال باضلاع القوات المسلحة المصرية بواجباتها في الانحياز إلى مطالب الشعب. ومع إصرار الشعب على رحيل مرسي انتبه العالم لخطورة الموقف. هكذا عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن رأيه بأن الديمقراطية أكثر من مجرد الفوز بالانتخابات. بات الجميع في ترقب لما ستسفر عنه اللحظات الأخيرة بعد اقتراب نهاية المدة التي أمهلها بيان القوات المسلحة للفرقاء السياسيين. ولم يعد إلى جانب الاستقالة أو الإقالة خيار ثالث يقبله المصريون. قضت محكمة النقد ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام وبعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى ممارسة صلاحيات منصبه. وتعرضت كثير من مظاهرات المصريين لاعتداءات مسلحة من جانب أنصار الجماعة، أودت بحياة 3 أشخاص في محافظة أسيوط، وأصيب 6 أشخاص في مدينة بنها، وسقط العشرات في منطقتي الكتكات وفيصل بين جريح وقتيل. تحت شعار مليونية الرحيل استمرت المظاهرات في انتظار انتهاء المدة التي منحتها القوات المسلحة في 4:30 عصرا. وبينما كانت قيادة القوات المسلحة في حالة انعقاد دائم، كانت قوات الجيش تنتشر في أرض سيناء على نحو غير مسبوق. وفي 9 من مساء 3 يوليو وسط حشد من ممثلي فئات الشعب المصري، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لتخيم على الشوارع وميادين مصر فرحة استعادة وطن كاد يختطف. حفظ الله، حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.